أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هيا بنا نقضي ساعة أو ما يقارب الساعة في الملكوت الأعلى. كيف نصل إلى ذلك لولا فضل الله عز وجل؟ كيف نسمع هذا الكلام ونعرفه وبيننا وبينه آلاف السنين؟ هذا فضل الله علينا المتجلي في الكتاب القرآن الكريم والنبي المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعبارة أقرب، هذا الهدى سببه الإسلام الدين الحق الذي أعرضت عنه البشرية، ويا ويلها. يقول الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تقدم في الآيات قبل هذه قول الله ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فتاقت النفوس إلى معرفة هذه الامتحانات والاختبارات، فأفادنا الله بها مفصلة مبينة. فقال عز من قائل وإذ قلنا، أي واذكر يا رسولنا، واذكر أنتم أيها المؤمنون والمسلمون، اذكر إذ قال الله للملائكة اسجدوا لآدم. الملائكة جمع ملك ويخفف ملك، خلق خلقهم الله من نور، مادة خلقهم التي تكونت منها ذواتهم هي النور، وتشاهدون نور القمر وضوء الشمس وضوء ونور الكهرباء فتعرفون النور معرفة يقينية. وخلق آدم من طين، فكان أصل البشرية أصل خلقتها الطين المعروف المعلوم عندنا بالضرورة. وخلق الجان من نار، من نار السموم، من شواظ من نار. هؤلاء المخلوقات ثلاثة عوالم: عالم النور الملائكة، عالم الطين الآدميون، عالم النار الجن. يقول ربنا تعالى وإذ قلنا، أي اذكر للملائكة لما قلنا للملائكة اسجدوا لآدم
فسجدوا. لما خلق الله تعالى آدم وتركه 40 سنة وهو صورة من الطين، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إيه نعم. بعد ذلك نفخ فيه من روحه عز وجل فانتعش وحي، وجلس قبل أن يجلس استعجل، فكان الإنسان عجولا وعطس، فقال الحمد لله فألهمه الله ذلك. آدم علمه الله الأسماء كلها، وعلم آدم الأسماء كلها، أسماء المخلوقات فعلمها، وعرض الله الأسماء الملائكة فعجزوا ما استطاعوا. إذن فمن هنا شرف آدم، فضل كمل سادة، فأمرهم إذن بالتحية له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، وهذا يدل على فضيلة أهل العلم، جعل الله وإياكم منهم. نعم، فضيلة آدم أن خلقه الله بيديه الكريمتين ونفخ فيه من روحه، وهذا كمال عظيم، وأضيف إلى ذلك العلم. إذ عرض الله أسماء المخلوقات كل عرض كعرض التلفاز فحفظها وعرفها، وعرض على الملائكة فعجزوا، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فأنبأهم بأسمائهم. إذن شرف وإلى لا، فمن هنا استحق أن يسجد له الملائكة، فأمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم. ولطيفة، اعلموا أبنائي وإخوتي أني والله لست بعالم، عرفتم، وإنما متعلم مثلكم، فلهذا من أراد أن يصافحني فليصافحني، أما تقبيل رأسي والله ما أنا براضي عنه، ووالله ما أنا بأهل ذلك، وبينت لكم غير ما مر. باقي إخواننا يقبلون رأسي، ما يجوز، ما ينبغي، يكفي المصافحة وإلا لا؟ إن أردت وقلت هذا شيخ من أهل العلم أتبرك بمصافحته لا بأس، أما تقبيل الرأس ما نسمح بهذا ولا يجوز لي. إن شاء الله نأخذ بهذا العهد من الليلة، كل من أراد أن يقول لا لا يا فلان صافح تكفي. فهمتم هذه اللطيفة؟ فآدم عليه السلام لما شرف وفضل بالعلم قال الله للملائكة أسجدوا له، سجود تحية وإجلال وأكبر، لا سجود عبادة وذل ومسكنة. وهذا السجود سجود الملائكة لآدم نظير سجودنا نحن، صلاتنا ركعتين خلف مقام إبراهيم، من طاف بالبيت 7 أشواط ينبغي أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، إلا إذا تعذر أمر آخر، ما قدر لا بد أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. الصلاة لمن؟ لله عز وجل. والمقام استفاد ماذا؟ تشريفا له وتعظيما، أن سجد الناس لله بين يديه. وفاز بهذا المقام لما علمتم أنه كان معولا آلة لإكمال البيت في بنائه. المقام حجر كان إبراهيم عليه السلام يعلو فوقه ويواصل بناء البيت، وإسماعيل يناول الحجارة والطين.
فعرف الله لهذا الحجر شرفه فجعل الصلاة التي أفضل العبادة تقع عنده. ومن هنا ينبغي أن نعترف لأهل الفضل بالفضل، أليس كذلك؟ هذا مبدأ حياتنا. فالله اعترف للمقام وجعل الصلاة وراءه من أجل أنه قدم خدمة لله تعالى. إذ إبراهيم ما يستطيع ابن البيت من أعلى إلى أسفل، لابد أن يعلو على حجر. هذا المقام جاء بإسماعيل من جبل أبي قبيس. والشاهد عندنا في سجود الملائكة لآدم سجود تحية وتشريف وتعظيم. إبليس الحارث، سمى نفسه الحارث، فلهذا لما حملت حواء وما حي الولد فجاء فقال لها إذا ولدت سميه عبد الحارث يعيش، سميه عبد الحارث، هي ما تعرف الحارث من، فقالت عبد الحارث. فنهاهم الله تعالى عن ذلك في قوله فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، فتعالى الله عما يشركون. الشاهد عندنا جاء العدو الحارث إبليس إلى حواء وقال لها إن أردت عبدا صالحا سميه الحارث عبد الحارث، فأصبح هو كالإله والولد عبده. فلهذا لا يصلح أن يسمي إلا عبد الله عبد الرحمن، عبد زيد عبد عثمان عبد الرسول ما يصلح أبدا، إذ العبودية الحق لله تعالى. إبليس أبى أن يسجد بسبب الكبر الذي في نفسه، وإبليس أبلسه الله بمعنى أيأسه من الخير، ماسح الخير منه، وهو أبو الجان وكان مع الملائكة في السماء يعبد الله. كان إبليس أو الحارث أبو الجان يعبد الله مع الملائكة في الملكوت الأعلى بما يتعبدون الله به. فلما شرف الله آدم وفضله عنه وقال الملائكة اسجدوا، تكبر وقال كيف أسجد وأنا خلقتني من نار وأنت خلقته من طين. فقلنا يا آدم من القائل؟ الله عز وجل. فقلنا يا آدم إن هذا يشير إلى من؟ إلى إبليس. إن هذا عدو لك ولزوجك. من هي زوجه؟ حواء. حواء بنت من هذه؟ من أمها؟ خديجة. من أبوها؟ عثمان. هذه خلقها الله من ضلع آدم الأيسر بكلمة كوني فكانت. فلهذا يا أهل العلم نقول هناك من لا أب ولا أم له بالخلق، من هو؟ آدم، والله لا أب له ولا أم. وهناك من له أب ولا أم له، من هي هذه؟ حواء. وهناك من له أم ولا أب له، على العكس، ألا وهو عيسى روح الله عليه السلام. وكلنا من أب وأم، أب وأم. إذن فقلنا يا آدم، تشريف عظيم، الله ينادي آدم وإلى لا، وأنتم شرفكم، وقلنا لكم الآن يذكركم في الملكوت الأعلى، قولوا الحمد لله.
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك، والزوجة والزوج بمعنى، لكن الغالب أن نقول الزوج للذكر والزوجة للأنثى، ويصح الزوج كل من يقال له زوج. إذا أنت فرد وإلا لا، إذا تزوجت أصبح لك زوج وأصبحت أنت زوج. والمراد بها حواء، فلا يخرجنكما من الجنة، ما الجنة يرحمكم الله، دار السلام، دار الأبرار، دار المتقين، صفوها لنا كتاب الله يكفينا، وصفها بأعظم صفاتها، وسبق أن اعتادها رائد لم تعرف البشرية رائدا مثله قط، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أسري به من المسجد الحرام إلى البيت المقدس، ومن ثم عرج به إلى الملكوت الأعلى، فتجاوز السبع سماوات وانتهى إلى جنة عدن، إلى شجرة، إلى سدرة المنتهى، وتجاوزها وناداه ربه وكلمه كفاحا وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمس. لما ارتاد بعض الماركان وروس القمر صفقت الدنيا، وخاصة إذاعات العرب، ونحن نقول يا جماعة اتقوا الله، ما تتمدعوا بأمجاد غيركم، لو كنتم عقلاء عدوكم تتمدحون بأمجاده، وأخذوا يتخبطون لا إله إلا الله. وشاء الله أن يكذبهم الطائر نفسه والمعتاد، قال والله كذب، ما طلعنا القمر ولا رأيناه. ونحن قلنا لهم محمد صلى الله عليه وسلم ارتاد الملكوت الأعلى الجنة، لما ما تؤمنون، لما لا تجلون، لما لا تعظمون، لما لا تكبرون وتتحدثون مع الناس. ولما هذا الكافر المشرك قلتم طلع القمر، طلع القمر، فلا يخرجنكما من الجنة دار السلام، سميت جنة لاجتنان الأشجار وتغطية كل من دخل فيها، أشجار الكرم، أشجار العنب، أشجار النقل، أشجار قل ما شئت. وقوله فتشقى، نعم، إذا خرج من الجنة لا بد وأن ينزل الأرض، لا بد وأن يحرث، لا بد وأن يحصد، لا بد وأن يزرع، لا بد وأن يطحن حتى يأكل، وهذا شقى بعينه. لكن لو بقي في الجنة ما يشقى، ما يحرث ولا يزرع ولا يحصد ولا يطبخ، كل شيء موجود، فقط يشتهي شيء يحضر، لا يقول الحمد لله، يقول سبحان الله يحضر، لأن نعيم الجنة عرفناه في ثلاث كلمات. إذا أنت اشتهيت ورغبت في أكل في شرب كما بذلك، قل سبحانك اللهم. وإذا أكلت وشبعت لا تقول يا خدم خذوا أبعدوا عني هذا الصحاف، لا 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 لا، قل فقط الحمد لله رب العالمين. الآية الكريمة وآخر دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. عودوا بهذه نعيم الجنة في هذه الآية من سورة يونس. ماذا قال تعالى؟ دعواهم فيها أي طلبهم فيها ما يأكلون ويشربون ويلبسون، ما هو سبحانك اللهم، يحضر كل ما طلبوا أرادوا. تحيتهم فيها ما هي بنص ولا بنجول كذا، ما هي
السلام. السلام آخر دعواهم فرغنا من الأكل الحمد لله رب العالمين. نعيم الجنة في هذه الآية من سورة يونس عليه السلام، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم ماذا؟ أن الحمد لله رب العالمين. أبشروا يا أهل التوحيد، عرفتم لماذا يشقى لو هبط من الجنة؟ كيف يشقى؟ كيف حصل طعامه؟ يحرث ويزرع ويحصد وإلا لا، ويتاجر ويتقلى في الدنيا حتى يأكل كما تشاهدون أنفسكم. ثم قال تعالى له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعى. إن لك يا آدم ألا تجوع في الجنة أبدا ولا تعى. أهل الجنة يعرون ما يعرون؟ من ينزح ثيابهم في الجنة؟ لا يجوع ساكنها ولا يعى. العري معروف، الجسم بدون غطاء. وأنك أيضا لا تظمأ فيها ولا تضحى، لا تظمأ لا تعطش، الظمأ شدة العطش، ولا تضحى لا تخرج أبدا في القيلولة وشدة الضحى أبدا، ما فيها شمس تحرق. تعرفون الضحى وإلا لا؟ من الساعة 11 وما فوق كيف الحال؟ في الجنة ليس فيها هذا أبدا. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، أي لا تجد نفسك في حر الشمس في وقت الضحى. قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان. فوسوس إليه الشيطان، هذا بعد أن طرد من الجنة وأبلس وأخرج. فوسوس إليه الشيطان، ارتبك الناس كيف هو خارج الجنة، كيف قال بعضهم رجع في حية، بعضهم رجع في كذا، يتخبطون لهم الحق ما عرفوا. أما الآن نحن ما فيه نزاع أبدا، الجوال في جيبك ما تتكلم مع الصين، ما عندكم هذا؟ الجوال في جيب المرأة، وإن كنا نهينا المرأة أن تفعل هذا، يعني في جيب الرجل في المدينة تكلم مع أمريكا. إذن فمن هنا لا عجب أن يتصل إبليس بآدم، الاتصال موجود بالقلب والقلب والروح، ولهذا سماه وسوسة، صوت خفي. ماذا قال له؟ يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ كنصيحة عجيبة هذه يقدمها، تسمح لي ولا لا أدلك أرشدك أبين لك شجرة الخلد، إذا أكلت منها لن تموت تخلد أبدا، وملك لا يفنى ولا يزول، بمعنى إذا أكلت من الشجرة تبقى في الجنة، والجنة لا تفنى ولا تبيد ولا تزول. أنت الآن في نعيم عظيم يا آدم، ولا ما تخاف يزول عنك هذا النعيم؟ أنا أدلك على شجرة إذا أكلت منها شيئا تخلد ولا تبلى، هذه خدعة وإلا لا؟ لأنه كان سبب طرده، فأريد أن ينتقم. إبليس طرد من الجنة وإلا لا؟ أبلس من الخير كله بسبب ماذا؟ بسبب آدم، هو السبب، وإن كان سبب طرده كبره والعياذ بالله، فأراد أن ينتقم من آدم وذريته، وهو الآن يسوق بني آدم بالبلايين إلى جهنم. كل بائع للربا والزنا والقمار والفجور والكذب والخيانة كلها أصابع إبليس، والتي تبني وتضع وتقدم حتى يهلك البشر كلهم.
إلى الآن كل من لم يصلي والله بإبليس ما صلى، كل من يشرب المحرمات والله بإبليس هو الذي زينها، كل من يرتكب كبائر الذنوب هو. لماذا؟ كيف ندخل النار وذريتي وآدم يدخل الجنة وذريته؟ إذن لا أعمل على إفسادهم. أما قاسم الله وحلب بين يديه لأغوينهم أجمعين، فبعزتك يا ربي لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، اللهم اجعلنا منهم. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ولا يزول ولا يفنى؟ قال طبعا دلني. استجاب لضعفي لأنه بشر. إذن فأكلا منها، أول من أباد بالأكل حواء، تبهتم؟ وإلى الآن المرأة التي تغرر بالزوج هي التي أكلت أولا، قالت ما أصابني شيء، كل أنت. فأكل آدم. إذن على الفور فبدت لهما سوآتهما، ذاك اللباس الحرير، ذاك النور، كان يعيشون كلمة في النور لا يرى منهم شيء أبدا، أنوار كاملة. فلما أكلا من شجرة حرمها الله عليهما وحذرهما منهما لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فأكلا منها فبدت لهما سوءتهما أي عورتهما، السوءة العورة ما يستاء الإنسان لرؤيتها، وانكشفت عورتهما. قال تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الجنة فيها ورق وإلا؟ هي جنة أشجار كلها، كيف لا يكون فيها ورق؟ كيف يلصقان الورق على فرجهما على بدنهما؟ يلصقان الورق بأي واسطة حتى يصطلعوا، ما استطاع أن ينظر إلى مرأته أو تنظر إليه، وإن كان لا يوجد غيرهما من البشر، فاستحيا. ولهذا الحياء من الإيمان، والحياء في الحقيقة فطري عند أهل الفطرة السليمة. ما إن بدت سوءتهما حتى أخذ يخصفان عليها من ورق الجنة. قال تعالى وعصى آدم ربه فغواه، وعصى آدم ربه فغوى، غوى فسد، أكل من الشجرة التي نهى الله أن يأكل منها، غوى. وهكذا كل من يعصي الله فيما حرمه عليه فقد غوى، أكل من الشجرة، هذه معصية واحدة. وبالتغيير والتضليل، ومع هذا قال تعالى فغوى فسد بأكله من الشجرة. إذن ما ينبغي له القيام في الجنة، اهبط، ما أنت بأهل الآن لنا. وهكذا يكون أحدنا من أولياء الله وصالح عباده، فلما يفجر ويفسق ويستمع على الفجور يخرج من دائرة الإيمان والصالحين وأولياء الله، ويصبح وليا للشيطان، من أولياء الشيطان. قال تعالى ثم اجتباه ربه، اختاره اصطفاه فتاب عليه أولا ثم هداه. كم ذنبا أذنبه آدم؟ ذنبا واحدا، هكذا والله ذنبا واحدا. ونحن كم ذنبا؟ الله يعلم كم ذنوبنا. ومع هذا نعم يجب أن لا نذنب،
وكل من أذنب يجب أن يتوب ويتوب الله عليه. التوبة تجب على الفور، لا تؤخر ساعة ولا نصف ساعة. زلت القدم وسقطت في الذنب، أستغفر الله وأتوب إليه، وأعلي صوتك وأنت تبكي، ينمحي ذلك الأثر، ومن ثم يتوب الله عليك ويهديك كما تاب على آدم وهداه. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهداه، فآدم نبي الأنبياء سيد الأنبياء عليه السلام. أسمعكم الآيات تأملوها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. لطيفة لما ما قال فتشقيان؟ قالت العلماء لأن مؤونة الزوجة على الزوج، هو الذي يحرث ويزرع ويبيع ويشتري وهي تأكل. ما قال فتشقيان، قال فتشقى أنت. إن لك الآن اشتغلت وأصبح الزوج مسكينا في بيته، والله بعض الأزواج ذلوا هانوا، وخاصة موظفة بدرجة عالية وبناتها يخدمنها، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلد الأم ربتها. لما نقول هذا؟ أقوله وقلناه من 50 من 40 سنة، قرابة 50، لا ينبغي أن نعلم بناتنا تعليم وظائف. بناتنا يتعلمن فقط في الابتداء 6 سنين، يعرفن الله ورسوله ويعرفن ما يحب الله ورسوله، ويعرفن كيف يعبدن الله وكيف يؤدين الواجبات مع أولادهم، مع آبائهم، مع أمهاتهم، مع أزواجهم. وما زاد على الابتداء خطأ محض. وقد قلنا هذا وكتبناه يوم ما بدأت جريدة البلاد والمدينة، البنت السعودية تعيش في ديجوه من الظلام، لما ما يفتح لها مدارس ابتدائية؟ وفتحوها، فكتبنا رسالة موجودة إلى الآن من 45 سنة تقريبا، وقلت والله إن فتحت الابتدائيات ليطالبون بالثانويات، والله إذا فتحت الثانويات ليطالبون بالجامعة، وإن فتحت والله لا يطالبون بالوظيفة. وتم هذا كله وإلى لا؟ والحمد لله، وما زلت ما مت، كل هذا تم. وسوف يندمون. قلنا لهم بنتك من فاطمة الزهرة جدتها إلى أمها كم 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 جدة، 500 سنة ما توظفت واحدة مع رجال ولا أخذت وظيفة، وهذه فقط الآن مستقبل يا بابا إن شاء الله. والحمد لله الشيخ 9 بنات، والله ما أخذت واحدة أكثر من الابتدائية، أقسم بالله. أصابهن شيء من الآن إن شاء الله، بناتك احفظنهم في البيت في الابتدائي، لا بأس يتعلمن القراءة والكتابة ويتعلمن الوضوء والصلاة كما هو معروف، وتبقى في البيت مع أمها تساعده على عملها. أما ترقيها وظفتها فذهبت بكل نورها. نكتفي بهذا، نقرأ هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير النبوة المحمدية. أولا تقرير النبوة المحمدية، والله إن محمدا لا رسول الله، والله إنه لا رسول الله. كيف يا ذلك تحلف؟ نعم هذا الكلام كلام من؟ كلام الله. على من نزل؟ من قال نزل علي؟ إذن فمحمد رسول الله. تقرير النبوة المحمدية، وذلك بذكر مثل هذا القصص الذي لا يعلم إلا بالوحي الإلهي. نعم. ثانيا تقرير عداوة إبليس لبني آدم. تقرير عداوة إبليس لبني آدم، هو كان عدو لآدم أولا، ثم أصبح عدو لذرية آدم، عدو لك ولزوجك ولذريته. نعم. ثالثا
بيان أن الجنة لا نصب فيها ولا تعب لطيفة. ذلك في الأرض لطيفة. إذا كان لك عدو من الناس أسألك بالله تطيعه فيما يأمرك وينهاك؟ والله ما تطيع، تخاف أن يدلك على الباطل ويقف في الشر. إذن فكل من زين له الشيطان معصية يجب أن لا يطيعه، يلعنه ويرفضه ولا يقبل دعوته. نعم. بيان أن الجنة لا نصب فيها ولا تعب وإنما ذلك في الأرض. نعم، الجنة ما فيها نصب ولا تعب، وإنما هذا في الأرض النصب والتعب. رابعا، التحذير من أخطار الاستجابة لوسوسة إبليس فإنها تردي صاحبها. نعم، التحذير من الاستجابة لوسوسة إبليس، إياك يا عبد الله أن تستجيب له فإنه يرديك ويهلكك. كلما وسوس لك باطل انفق عن يمينك عن يسارك، انفق ثلاث مرات، قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تخلص على القوة. نعم. خامسا، ضعف المرأة وقلة عزمها فقد اكلت قبل ادم فسهلت عليه المعصية. ضعف المرأة وعجزها معلوم، هي التي اكلت قبل ادم فاوقعتهم في الفتنة. المرأة ضعيفة فلهذا لا يعول عليها، لا يسند إليها مهمة أبدا، لا في البيت ولا في السوق ولا في السفر، أن تسند مهمة إلى ما جعلوها قاضية الآن وموظفة ورئيسة لأنهم ما آمنوا بالله ولا بكتابه ولا عرفوا الله ولا رسوله. سادسا، كون المرأة تابعة للرجل وليس لها أن تستقل بحال من الأحوال. المرأة تابعة للرجل ولا تستقل أبدا عنه بحال من الأحوال، إن كانت تحت زوج تحت زوج، تحت أب تحت أب، تحت إخوة تحت إخوة، وهم يعملون وهي تحتهم، لا تستقل في حياتها. معاشر المؤمنين كمل. سابعا، حرمة كشف العورات ووجوب سترها. حرمة كشف العورات ووجوب سترها. ما هي العورات يرحمكم الله؟ أما بالنسبة للفحل، الرجل فعورته عورتان، مغلظة ومخففة. المغلظة السوءتان، الفرج القبل والدبر، والمخففة ما بين الركبة والسرة، فيجب على المؤمن أن يستر جسمه ما بين سرته وركبتيه، هذه عورة الرجل. المرأة عورتها كل ما فيها ما عدا وجهها وكفيها، وهذا إذا كانت في بيتها ومع أقاربها ومحارمها، أما مع الفحول لا تبدي شيئا من جسمها مع الأجانب يعني، إلا في حالات الضرورة كالمرض وما إلى ذلك. نعم. ما صوبتنا صوبك الله. نعم، المرأة في بيتها جسمها كما قلنا المفروض أن يكون مستورا، لكن لو كشفت عن عنقها عن عضديها عن بعض فخذي ساقيها فلا حرج. نعم، ما في حرج. نعم. ثامنا وأخيرا، إثبات نبوة آدم وتوبة الله عليه وقبولها منه وهدايته إلى العمل بمحابه وترك مكارهه. الحمد لله. معاشر الأبناء والإخوان، كم واحد جاء يقول ادعو الله لي، أنا مريض، أنا في المستشفى، ولدي كذا، وهي ليلة مباركة، أرفعوا أكفكم إلى الله واسألوه أن يشفي هؤلاء المرضى، أنا أدعو وأنتم أمنوا. يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا الجلال والإكرام، يا من أرسل محمد بشيرا ونذيرا، يا من خلق آدم ونفخ فيه من روحه، يا رب العالمين، يا ولي المؤمنين، يا متولي الصالحين، هذه أكفنا قد رفعنا إليك سائلين ضارعين، نسألك أن تكشف ضر هؤلاء المرضى. اللهم اكشف ضرهم، اللهم اكشف ضرهم واشفهم يا رب العالمين، واكشف ضر كل مؤمن ومؤمنة، واشف كل مؤمن ومؤمنة فينا وفي مستشفياتنا وفي بيوتنا، إنك ولينا ولا ولي لنا سواك. اللهم إنه لا يكشف الضر إلا أنت، فاكشف ضرنا وضر المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، وتوفنا وأنت راضي عنا، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين.